السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى العصير الاخضر، انا مسمياه العصير الاخضر الصحي جدا، اللي هو هيمنع تساقط الشعر وهيزود من نموه ان شاء الله. طبعا كلها وصفات طبيعية تحفة جدا جدا جدا، كلها ان شاء الله هتفيدك احسن من الحاجات اللي احنا بنشتريها من برة وما بنبقاش عارفين هي جواها ايه. لا، دي كلها حاجات طبيعية، كلها ان شاء الله هتفيدك ومستحيل ابدا تضرك. طيب ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها بقى النهاردة في الوصفة الحلوة دي اللي كلها لونها اخضر؟ اول حاجة هنجيب تفاح اخضر، تمام؟ شرط ان هو يكون تفاح اخضر. هبتدي اقشره واطلع كده من القلب بتاعه وانضفه كده ويبقى تمام. هبتدي برضو اجيب خس. الخس يا بنات تحفة جدا 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 للشعر، برضو هستخدمه. هقول لكم طبعا هنستخدمه في ايه. طبعا هنستخدم الورق بتاعه ده لان ده اللي فيه كل الفوائد اللي احنا محتاجينها لشعرنا، تمام؟ كلها بصوا حاجات طبيعية وكلها حاجات من الطبيعة، مستحيل ابدا يا بنات ان هي تضرك، بل بالعكس هتفيدك جدا ان شاء الله وتفيد بشرتك كمان. تالت حاجة بقى معانا الجرجير. الجرجير برضو عايزة اقول لكم من الحاجات التحفة جدا اللي احنا هنستخدمها، وهناخد الورق بتاعها وهناخد كمان من الاعواد بتاعتها علشان نستفاد بكل حاجة موجودة جوه الجرجير، تمام؟ يبقى احنا كده عندنا ثلاث مكونات اساسيين. طب هنعمل بقى فيهم ايه علشان في الاخر يطلع لنا العصير التحفة اللي هيخلي شعرنا ان شاء الله ان شاء الله تحفة جدا 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 جدا، تمام؟ هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة خالص هنجيب الخلاط وهنبتدي ان احنا نعمل بقى ايه، ان احنا نحط اول حاجة التفاح بعد ما قطعناه، تمام؟ وهبتدي برضو احط الخس كده، بصوا زي ما هو كده جوه الخلاط، ما تخافيش كل الحاجات دي دلوقتي هتتضرب معانا وتبقى تحفة. وهحط برضو الجرجير زي ما هو كله بالاعواد بتاعته، وابتدي اضربهم كويس قوي بشوية مية. بصوا الخليط بتاعي التحفة التحفة دوت، هبتدي بقى اشرب منه واكتبيلي في التعليقات شعرك هيبقى عامل ازاي. باي باي.